قلق شديد يسود العراق حالياً بعد انتشار مرض التهاب السحايا بين الأطفال وتسجيل دوائر الصحة في السليمانية وحلبشة عشرات الإصابات بهذا المرض وسط ترجيحات بارتفاع عدد المصابين في البلاد. إذا استمرت الأعداد بالزيادة فإننا بحاجة إلى مزيد من الأدوية والعلاجات، خاصة وأننا نعاني أيضا من نقص بالملاكات الطبية، والذين ترونهم أغلبهم من المتطوعين. أرسلنا عددا من الأسماء لتعيينهم وننتظر الموافقات. أرجو أن لا نضطر لطلب فرض العزلة المنزلية. مرض التهاب السحايا بدأ بالانتشار مجدداً في محافظة السليمانية، ومقارنة بعدد سكان حلبشة تعد نسبة المصابين كثيرة، إذ أصيب خلال شهر واحد فقط 47 شخصاً، وهذا المرض ينتشر بسرعة والأشخاص من جميع الأعمار معرضون للإصابة به. ومن أكثر أسباب الانتشار بين الأطفال هو إما عن طريق التنفس أو التلامس بين طفل مصاب وآخر. انتشار التهاب السحايا في العراق أوجد حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي على أطفالهم، ولا سيما أن منظمة الصحة العالمية وصفت التهاب السحايا بالمرض الفتاك. كان لدى طفلي حمى في بداية الأمر، ورغم مراجعتي للمستشفى إلا أن درجة حرارته لم تنخفض، واضطررنا للعودة به مرة ثانية إلى المستشفى ليتبين أنه مصاب بمرض السحايا، فقرر الأطباء أن يبقى طفلي تحت الرعاية الطبية لنحو 4 أيام. أدعو الأهالي لأن يبعدوا أطفالهم عن الاختلاط بالآخرين حالياً. انتشار مرض السحايا يشي بوضوح إلى انهيار القطاع الصحي في العراق بعد عام 2003 وسط استشراء الفساد الحكومي في هذا القطاع والقطاعات الأخرى، والذي أدى إلى انعدام الخدمات الطبية في المستشفيات وجعل المواطن معرضاً بين مدة وأخرى لأنواع من الأوبئة والأمراض.